نعمل بقى دلوقتي الرز بالحبهان والمستكة. اقول لحضراتكم على المكونات، سهل قوي. رز مسلوق، حبهان صحيح، بودرة ثوم، مستكة. هولع النار. اللذيذ بقى في الموضوع ده ايه؟ ان لو حصل ان احنا بنعمل رز وباظ مننا او عجن، مش هنرميه، هنستعمله ان احنا نعمل بيه حاجه تانية. فهناخد الرز اللي هو نقول ما اتظبطش مننا واحنا بنعمله، نعدله. هنعمله بقى ايه؟ زي الفرايد رايس. فهحط شويه من الزيت في طاسه، نقول معلقه، وهناخد الحبهان اللي هو دايما بيطلع لي في الاكل بالسكينه كده، هدوس عليه، لان لو حطيته زي ما هو كده مش هيطلع طعم. احنا بنحطه زي ما هو كده لما بنحطه في الشوربه، فمع الوقت الشوربه بتبتدي تطريه وتطلع طعم اللي جواه. فلو هنحطه ناشف كده لازم يعني يداس عليه سنه علشان يطلع الريحه اللي جواه. والمستكه برده على طول، ما نزودش بقى من المستكه والحبان قوي لان طعمهم قوي، فلو زادوا جامد هيبتدوا يغيروا الطعم بزياده. محتاجين بس الطاسه تسخن شويه عن كده صغيرين. حلو، هتلاقوا المستكه ابتدت تفك مع بعضها زي ما نقول تدوب يعني. اول لما تبتدي تدوب المستكه شويه هحط الرز وهحط بودره الثوم وشويه من الملح، بس محتاج تبتدي تدوب. عايز معلقه خشب اشوف اخبارها ايه. بتبصوا على حضراتكم بتدوب. لو الكاميرا جايبه كده، لو الكاميرا جايبه ابتدى المستكه بتدوب خالص، فعايز ادوبها. عايز يبقى طعم المستكه موجود في كل الزيت اللي موجود علشان تتنقل الطعم ده، يتنقل للرز. ومش لازم تسخن قوي الطاسه، انا مش بحمر بطاطس ولا بحمر حاجه ولا فراخ بانيه ولا حاجه، انا بس محتاج الزيت يسخن. بصوا حضراتكم المستكه كلها اختفت، دابت، بقت موجوده في كل حته في الزيت. اقدر دلوقتي احط الرز. وبعدين معلقه من الثوم الباودر. وبالراحه خالص بقى، ايه زي ما نقول كده الرز اللي احنا قلنا مثلا ما اتظبطش واحنا بنسويه، هبتدي هفلفله بالراحه خالص في الايه، في الزيت اللي فيه الريحان وفيه، اسف، اللي فيه الحبهان وال مستكة. هاخد معلقه صغيره من الملح وفلفل اسود، هقلب بالراحه. او الصوت اللي بيطلع ده كده بيبتدي الرز يبقى فرايد او بيبقى يتحمر سنه، فهيبتدي يتفلفل سنه. نتكلم في دقيقه دقيقتين بالكتير، مجرد ما يعني من اول لما بنسمع الصوت ده دقيقه او دقيقتين وايه نبتدي. بصوا حضراتكم الرز اللي كان ماسك كله في بعضه ابتدى يبعد ازاي. لو حصل بقى ونشف، طبعا ده مش هيحصل لان الرز ده اوريدي فيه ميه كفايه، لو حصل ونشف هزود عليه شويه ميه. ناخد طبق اخر تقليبه خلاص. بصوا حضراتكم كان الاول ماسك في بعضه، دلوقتي لما اتحط في الزيت فك شويه. نسويه في الطبق من غير بوله ولا حاجه ولا نقلبها، هو كده بالمعلقه الخشب واحده واحده. لف الطبق كده بايديا واخد منديل. لو في كمان طريقه تانية، لو ما بتحب، لو في حد ما بيحبش الحبهان شخصيا يعني مش عايز يجي في بقه، انا ما بحبش الحبهان خالص يعني ما بحبش طعمه، لو مش عاوزينه ممكن نستعمل حبهان الباودر البودر. نحط بقى كام حبهانيه كده هنا فوق علشان يبقى واضح، وحته مستكه صغيره كمان واحده، وقطعتين الطماطم اللي باقيين من السردين.